فرحة غامرة واحتفال مشترك بين قوات العمالقة وأهالي التحيت الذين عبروا عن سعادتهم بتحرير وتطهير مدينتهم من الميليشيات الحوثية. المدينة تنفست الصعداء أخيرا عقب وصول قوات المقاومة لها وفكها الحصار المفروض من قبل الميليشيات على المواطنين الذين يؤملون ببدء عمليات الإغاثة الإنسانية التي تقدمها دول التحالف. الوضع كان مدهور، حالة الناس يعني حالة مع الناس عشنا حياة مرة وحياة يعني تعيسة. الآن حتى المقاومة الحمد لله رب العالمين يعني مأساوية، كنا الحمد لله الآن عاد الأمان إلى المواطنين وخرجوا للشوارع وخرجوا للأسواق يقضوا حوائجهم. الميليشيات قبل أن تفر من المدينة زرعت ألغاما في معظم المباني الحكومية فيها تمهيدا لنسفها لولا مباغتة قوة المقاومة لها. يتزامن ذلك مع قيام قوات المقاومة بمحاصرة ومطاردة جيوب الميليشيا في مزارع المديرية الكثيفة، في حين لاذت أعداد كبيرة منها بالهرب بعد قطع الإمداد عنها وعزلها في المزارع. تم الحمد لله السيطرة على منطقة التحيتة وهذا إدارة الأمن، وتم قطع الخط الإمداد حق الحوذة، وهذه الألغام كما تشاهدون الذين زرعوها الحوذة وتم نزعها من قبل فريق الألغام، والشباب إن شاء الله معنوية عالية إن شاء الله متقدمين إلى الأمام إلى الأمام. بموازاة ذلك وسعت قوات التحالف العربي انتشارها لتأمين جزء كبير من الخط الساحلي وصولا حتى منطقة الفازة غربية تحيتا. تفقد الميليشيات الحوثية الموالية لإيران السيطرة على مديرية التحيتة تحت ضربات قوات المقاومة، الأمر الذي يجعل مناطق النفوذ تتغير كليا لصالح قوات المقاومة. ياسين رضوان، سكاي نيوز عربية، التحيتة.